تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب لمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان. نحتفل جميعا بذكرى غالية على قلب كل مصري وعربي، وهي ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد. ونحن نحتفل بهذه الذكرى الوطنية نستلم منها روح الإصرار على صون كرامة الوطن، وروح الفداء والتضحية والولاء في سبيل الذود عن تراب الوطن ومقدراته وأمنه واستقراره. وإننا في هذا اليوم نرفع أسمى آيات التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة وإلى الشعب المصري جميعه بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية التي صنع أبطالها تلك الملحمة الخالدة. حفظ الله مصر وجيشها وشعبها، وكل عام وأنتم بخير.